خليك يبان حسب الوالد. لا راكم لابسين لبس صافي صافي خليها لبس. اللي طاحت فيه غادي يختار يا سوا الكره يا سوا الشيء. اللاعب الدولي السابق محمد بوصوف مروان بن عبو يعني محاولة سديدة والهدف سديدة والهدف عن طريق المهدي سعدان. المهدي سعدان يتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المقابلة الثانية خمسين من المقابلة. المهدي سعدان يفتتح التسجيل تسديدة قوية استغل تغرى دفاعية سدد بقوة والحارس حمزة أبزازي لم يتمكن من التصدي لها. إذن 50 ثانية على بداية المقابلة. مهدي سعدان محمد طويل يعني واحد الإطار مشهود بالكفاءة تسديدة تصدي جميل يعني تسديدة مغافلة من مروان بن عبو كيتصدى ليها حمزة البزازي وتسديدة قوية أخرى من عند عبد الرحمن بيوض لكن كتمشي ضربة مرمى لصالح نادي الرياض القنيطري. يعني 11 دقيقة 22 يعني الكرة تمشي على الخط محاولة كانت خطيرة ولكن الحكم ناصر الدين رابحي كيقول على أنها ما تجاوزتش الخط. التقدير ديال الحكم اللي كان قريب من الكرة كيقول على أنها ماشي هدف كانت محاولة خطيرة لصالح كتمشي عند محمد أبو عبيد لكن الحارس حمزة بزازي كيتصدى ليها بشكل مناسب. عندي سحوش كيحاول يخرجها مباراة تسديدة قوية لكن تصدي جميل من الحارس محمد المتوكل. تسديدة قوية من لاعب وائل الزروقي لكن محمد المتوكل كيتصدى ليها يعني يحيى باير غيسددها تسديدة قوية ومركزة من يحيى باير وكتصطدم بالعارضة يعني الحارس مكان محظوظ تسديدة يحيى باير صدمت المرمى وفي نهاية المقابلة وفي هذه اللقطات الحكم كيعلن على نهاية المقابلة بفوز نادي سابو القنيطري بهدف دون مقابل. هدف المقابلة الوحيد سجله اللاعب نادي سابو من المقابلة. كان معكم في هذا البث المباشر عبر قناتكم الفجر سبور المهدي القشيني ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق إن شاء الله.